بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار المساعدات الإنسانية اللي بتتم لأشقائنا الفلسطينيين، تم اليوم وصول أول شحنة مساعدات إنسانية من الهيئة الخيرية الأردنية في إطار التنسيق اللي دائما بتكون مصر والأردن في طلعة الدول اللي بتقوم على خدمة القضية الفلسطينية. ويمكن أول شحنة مساعدات إنسانية تمت اليوم الوصول لمطار العريش بتنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري والهيئة الخيرية الأردنية، حوالي 12 طن من المساعدات الطبية والإنسانية. تم إرسال عدد 2 طن من المساعدات الإنسانية والأدوية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، وإن شاء الله إحنا جاهزين زي ما أنتم شايفين في الصور الشباب الهلال الأحمر المصري بيقوم بتخزين المساعدات الإنسانية، وسيتم إيصالها إلى الأشقاء الفلسطينيين فور التوصل إلى الهدنة اللي بتقودها مصر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى أشقاء الفلسطينيين. النهاردة استلمنا أول شحنة من دولة الأردن الشقيقة في مطار العريش لدعم المصابين في غزة. وصلت المطار بالفعل 12 طن 950 كرتونة مساعدات طبية، وبإذن الله احنا بننتظر من كل الدول الشقيقة دعم أهلنا في فلسطين، وإن شاء الله احنا متواجدين على مدار 24 ساعة لدعم أهلنا في غزة.